أصله من بيت أمرا هذا الحبر النفيس، أمه تدعى أفومية وأبوه أودوكسيس. أمه أفومية كانت امرأة عاقر، طلبت من نقية العذراء أم القادر، أجابت لها طلبها وقالت لها آمين، فرزقت بولد هو مريمين الآمين. كبر هذا الطاهر وتقدم في الجندية، وكان عالم ماهر في العلوم المسيحية، كان محبا موصوفا بالشجاعة، مداوم عصم والصلاة، ملتحف بالوداعة. دعي هذا المختار لعبادة الأوثان، فاعترف بإجهار، أنا عبد الديان، تركت الأرضية يا ابن أودوكسيس، يا من قهرت الأشرار أولاد العين إبليس. بالسلام لك يا بطل يا رئيس كل الشجعان، السلام لك يا بطل يا مزيل كل الأحزان، السلام لك ليل ونهار أيها البطل الشجاع، ذكرك مال الأخطار والبلاد وكل بقاع. السلام لمريمينا صانع كل عجائب، السلام لمريمينا مانع كل مصائب، مشهور بالعجائب دون سائر الشجعان، أسألك أن تشفع لي يوم نصب الميزان. عجائبك كثيرة جدا أيها البطل المحروس، لا يحصى لها عددا يا شهيد الرب القدوس، صنعت عجائب عظام مع كل من قصدك، أيضا راعي الأغنام اعترف بعجائبك. السلام للعجائب مريمين الأمين، السلام للبطل القوي الشافع في المؤمنين. قلت ثلاثة أكارل من عند الرب القدوس بفرح وتهليل أيها البطل المحروس، واحد للشهادة وواحد للبتولية، أما ليك للثالث لانفرادك في البرية. طوبك ثم طوبك أيها الحبر المانوس، الملائكة ترتل لك أكسيوس 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 تفسيرك.